أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم رسولا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم كما أرسلنا فيكم رسولا رسولا منكم يتلو يا
صدق الله العظيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
والأحياء أولئك هم المفلحون.
فمن حج البيت او اعتمر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام استمعتم من آيات الله البينات تلاها واستمع من حضراتكم فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ إبراهيم عبد العزيز بركات القرى المعروف والمقيم بالشوق الحاج التجار مركز ومدينة حوشيسة إدارة الصوت والضوء الفرش الحديث الكبرى المعرض الفني إدارة المعلم أحمد رمضان البحراوي المعروف والمقيم بالكبرى المعرض حضرات السلام معزين الكرام شكر الله سيكون جميعا والقول الله وحده